عسلامة، شرا تكونوا بألف خير وصحة وعافية. النسكل غصتنا لليوم كيكة الخلد التركية، هيك التسمية امتاحة، حاجة خفيفة وبنينة ومنعشة زادة كيف كيف. مش نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة. عندي هوني أربع بيضات ولا أربع عظمات، عندي هوني 100 جرام سكر. أنا باش نقيس بالكاس هذا باش نعمل معناها كمية، معناها جاتو صغير. أنتم ما تنجموا تضافوا إذا تحبوا تعملوا في طبق ما أكبر. دونك 100 جرام هوني سكر، عندي ساشي سكر معناها هذايا فاني، باش نمشي نخدمهم بالباهي حتى نتبدل اللون ونرجع إن شاء الله. خدمنا الجاتو نتاعنا بالباهي. البارتي الاولى هوني كيما شفتوا تبدل اللون. ضيفوني كاس حليب كالعاده، ديما بنفس الكاس من البدايه للنهايه نتاع الغسيل، نفس الكاس نحافظوا عليه. هوني كيف كيف 100 مليلتر زيت، نخدموا شويه ونرجع. دونك توا باش نغربل. عندي هوني بنفس الكاس هذيك زوز كيسان معناها فارينه، هذايا عندي ساشي نتاع الخميره نتاع الحلويات. باش نضيف لهم مغرفه هذيا قهوه، دونك هذيا انا نحب الحقيقه الطعم نتاعها. نضيف مغرفه صغيره وباش نحط مغرفه كبيره الكاكاو هذيك المر. دونك والا بون انا اللي عندي الحقيقه مش مر برشا برشا سافا معني. دونك تختاروا الكاكاو اللي عندكم باش تضيفوه. دونك غربلو كل. دونك كملنا، ناخذوا الطبق نتاعنا. انا الطبق هذيا الطبق هذيا دونك باش ناخذ دهنته بالطبيعه بال يعني بشويه زبده، وباش نحط الخليط نتاعي الكل في الوقت اللي الفور بطبيعة حطيته على 180 درجة من قبل، لازم يكون سخون. يلا نحطوا الجاتو نتاعنا ونتعداو ونحضروا الكريمة. بسم الله. بالنسبة للكريم عندي هوني ساشي نتاع البودغ نتاع شانتيه عادية، والماء سامحوني اي نجمو نخدمو بالماء ولا بالحليب يكون بارد. توا خرجته انا ديجا من الكونجيلاتور بارد باش نخدم الكريمة نتاعي. كملنا الجاتو نتاعنا، سامحوني الكريمه الجاتو مازال ما حضرش. دونك عندي هوني شويه شوكولا باش نرابيها. دونك انا اليوم حبيت نعملها على طريقتي ونعطيكم هيك فكره، وانتم زيد كيف كيف من بعد كيف ما تحبوا. شويه رجع لكم، انا ديما نحب اي حاجه نعملها بطريقه جديده ومختلفه، وكل واحد اكيد عنده لمسته الخاصه وطريقته. دونك هوني شربي شويه شوكولا ونخليها بالطبيعة تبرد شويه هي والكريمه والجاتو زيد كيف كيف. دونك الجاتو نتاعنا احضر، نبداو هكا بشويه باش نحيو معناها كل الوسطاني الكل، اما نبداو نتبعو بشويه هكا. انا يعني هكا قصيت هكا المربع هذا، وبعد نبداو هكا بشويه 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 وقصيت هكا بشويه نبداو. كيما نقولوا احنا باش نفرغوها شويه من داخل ولا الأصح بشوية بشوية كذا. هو الجاتو نتاعنا دونك فرغنا هكا شوية من داخل. ها هو هذا الجاتو، تنجمو تعملوه عادي وتفطروا بيه فطور الصباح بنين برشا. دونك وطري زادا في نفس الوقت، هذاك علاش ما نسقيش، ما نمشي باش نسقيه لحد شي. عندي هوني خديت كعبتين بنان وقصيتهم، يلا توا باش نحطهم هكا من داخل ونمشي نحضر نبدل الكريم اللي حضرتها معناها معاكم في أول الفيديو. توا باش نحط الكريمة نتاعي فوق الجاتو اللي شفتو معناها انا قلتلكم ربيت فيها شوية شوكولا. توا نغلف بها الجاتو نتاعي نكملوا هكا الكريم تاعنا الكل هكا، نغطيو الطبق الكل. بعد ناخذوا هكا اللي قعد بيكا هوني، يا اما ترحيوه والا نفتفتوه هكا بيدينا الكل. دونك نبداو توا نغطيو الجاتو نتاعنا الكل بالهذاك لو غيست معناها. انا نقول هكا نعملوه بيدنا معناها نفتفتوه باليدين وكل خاطر طري يعني ما يستحقش باش نرحيوه الكل. يلا خليوها جوست تتماسك شويه، نحاولوا هكا ننزلوا باش يدخل في معناها في الجاتو في الكريمه سامحوني. كيما قلت لكم ننزلوا هكا شويه باش هذيك معناها يلصق في الكريمه نتاعنا كب شويه بشويه. وتنجموا كان قاعد لكم كيفي معناها شويه من الجاتو، تنجموا تعملوهم كعابر، تنجموا تعملوهم هكا
معناها تخددوهم معناها شويه فاكهه وتعملوهم يعني تعملوهم زيدا هيك في دي فيغين وتزيدوا معناها شويه كريمه. خرجنا الجاتو نتاعنا كما قلت لكم خليوه هكا جوست يرتاح شويه باش احنا بعد معناها هكا نقصوه صحه وبشفايه. توا دونك جاي الوقت اللي انا باش نقص الجاتو نتاعي. ان شاء الله تعجبكم يا ربي الغوسيت، وان شاء الله نتوما زيدا تجربوها، حاجه سهله كالعاده وبنينه وخفيفه زيدا في نفس الوقت. يلا نقصوها مع بعض. بسم الله، تصوير في نفس الوقت. فوالا هي هو الكاتو نتاعنا قصينا توا. روعة حقيقة، روعة روعة روعة. ماما الكاتو محليه، ذوقوا توا. هذا كالعادة يا ماما. أنا طيب وانتي ذوق. أي حبيبي أي. يلا بسم الله. زعما بنينة، زعما زعما تقول بنين زعما. مازلت ما ذقت شيء، عندك الحق. توا باش نذوق. بسم الله. بنين. شنو فيه؟ بانانا، فما بسكوي شوكولاتة. هذيك الطبقة ايه ليه هو 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 الجاتو، ما احنا قسمناها على اثنين. انت ما شفتنيش كيفاش عملته. فما الكريم كريمة ايه حطيت فيها شوية رابيت شوكولا. بنين المهم، ماي قولهم يلا جربوها. جربوها خاطر بنينة برشا. يلا صح، نحبكم برشا. تابعوني على انستغرام وعلى اليوتيوب. في امان الله باش تكمل. يلا صح بنين. انت ذوق ذوق ملا ذوق ملا سيترونات، خاطر انا مازلت ما ذقتهاش. شوفها باهية بالعين وبرا كالعادة. ذوق سيترونات شوفها باهية. انا سيترونات نحط فيها سكر فاني، ما نعرفش نتوما. ذوق راه مش كامل كاس.